ساعات بيكون في كلام بيتقال لكن هو بيغلف احساس تاني ما بيتقالش، زي مثلا انت يا هاني مقصره في مسؤولياتك وانت المفروض تعملي كذا ما عملتيهوش، بس جوه نفسه عايز يقولها انت مهملاني ومش واخده بالك مني، ولو انت ما عملتيش ولا حاجه من المسؤوليات اللي انا بتكلم عنها حالا دلوقتي دي انا مرضي، بس تقولي لي كلمه كويسه او تديني احتياج انا ناقصني. والعكس صحيح، هي تيجي تقول له انت بتهتمش بيا وما بتجيبليش زي فلان وما بتعمليش كذا، بس هو في حقيقه الامر هي مش عايزه منه كل اللي هي قالته حالا، هي ممكن تقول لي كلام حلو هو ده اللي هي جواها، ممكن تشوفني تبص لي. فساعات احنا بنقول حاجات بس احنا بنعني حاجات تانية. هل ده حقيقي؟ هو الاحتياج الاول عند الراجل في الجواز هو الاعفاف الجسدي، ده الاحتياج. انا بتجوز فانه اغض البصر واحسن الفرج، ده الهدف الاساسي. اول لما يتم الاهمال في ده باي حاجه تانية، ان شاء الله بشتغل بروح بعمل بقى قاعد مع العيال، هيبتدي هو التلج مش ساقع ليه، هيبتدي يتلكك ويبتدي أيوه. يتخانق على اي حاجه. ده الاحتياج رقم واحد. الاحتياج اللي عند المراه، الاحتياج رقم واحد هو الاحتياج العاطفي، اللي هو انا محتاجه احس ان انا ست. فعكسها وهي ماشيه، طبطب عليها، امسك ايديها، هات لها هديه، احكي لها، اسمع لها، كل ده هي حاسه انها ست. طول ما هي حاسه انها ست هتديك كل حاجه، طول ما انت حاسس انك راجل ومرغوب فيك هتديها كل حاجه. اما انا بيتم اهمالي في ده في صوره اي حاجه ثانيه، وانت بيتم اهمالك في ده وبديكي حاجات ثانيه، زي اللي هو جاب لها هديه وجاب لها فلوس وسفر روحي سافري مع اهلك وروحي مش فاكر ايه وجاب لها عربيه من غير اي كلام حلو خالص، هي متضايقه. ما ده منطقي، ما اللي هو الاحتياج الاساسي اللي هو انا بشبهه، اللي هو انا لو رحت باكل في مطعم، فالمطعم هو بيقول لك انت عاوز اني سلطات انزلها لك، في سلطه معينه لو مش موجوده مش هاكل، انا دي اهم سلطه عندي. فده اهم حاجه عند الراجل الاعفاف الجسدي، واهم حاجه عند المراه الاعفاف العاطفي. يعني هو احتياجه مادي وهي احتياجها معنوي. لا، نقدر نقول كده اعفاف جسدي مش مادي. ما هو ماده يعني، ما هو الجسد ده ماده. هل ده صح ولا غلط؟ العلاقه الحميمه اللي هو الاعفاف الجسدي، هل ده حاجه صح اصلا ان انا ابقى دوت في دماغي قبل ما اتجوز؟ طبعا. يعني دوت انا بتجوز عشانه بس؟ انت قلت لا، استاذ عمرو انت قلت هو هدف ولا وسيله لنوصل بيها للسعاده مع بعض؟ انت نازله رايح، انا رايح اشتغل، رايح اشتغل عشان ايه؟ عشان فلوس. طب ايه ده؟ طب ما انت ممكن تلاقي فلوس بس هتلاقي جو وحش، لا ساعتها مش متقبل. طب انت لقيت فلوس بس مش هتلاقي مواعيد فمش هتقبل، بس لقيت كل حاجه ما عدا فلوس مش هشتغل. فالهدف الاول للراجل هو الاعفاف الجسدي. انا بتجوز لو واحده ست سمعت الجمله اللي حضرتك هتقول الراجل شهواني و يعني انا واحده ست انا انزعجت ليه؟ انه الراجل لو الراجل هيجي يتقدم عشان يتجوزني هو ده السبب الوحيد؟ لا، في فرق السبب الاول والسبب الوحيد. طب ده السبب الاول ايه بقى؟ ايه الاسباب عند الراجل اللي بتخليه تكوين اسره، استقرار، ونس، هي مشاركه، كل ده. ايه ده، هي تكوين الاسره بيجي من غيرها؟ هي واخدها باكج هي والولاد والبيت. لا، تكوين اسره. الونس ينفع من غيرها؟ يعني مش عشان بيحبها لا سمح الله يعني مثلا ولا حاجه؟ حلو، حبها عشان علشان هو الحب الأول. في اسباب؟ طبعا الحب اسباب، هو اول حاجه في درجات الحب هي اصلا في علم النفس. اهو الرجاله بقى يردوا عليك. انا بتكلم مش هتكلم بقى. انا بتكلم ساعات بيبقى في حب لا ردي يا احمد. ساعات بيبقى في حب غير درجات الحب في علم النفس هو انجذاب جسدي اصلا. وسيم انت ممكن تحبي حد مش عاجبك ستايله اصلا ينظر اليها وتنظر اليه ويبقى في جاذبيه. صح، لازم انجذاب جسدي، هو ده اللي كان القبول زمان. ما انا ممكن القبول اول لما اقعد حسيت هي دي اللي عاوزها وهو ده اللي عاوزاه. يعني انت ممكن تبقي بتحبي ستايل معين عندك. لا، هاتي تعالى ندور علم مع بعض. لو اللي انا بقوله ملوش علاقه بالعلم اوكي ارموه. اول درجات الحب انجذاب جسدي، انت بتحبي شكل الراجل انه يكون راجل، فانا شايفاه بحب الراجل مثلا بشعر، فلو حد اقرع يتقدم لي ممكن مش قادره اتقبله. صح، في فرق كبير قوي بين ان انا انجذب للراجل في الاول عشان شكله، ده طبيعي، وتنجذب للست في الاول عشان شكلها وده طبيعي. بس في فرق اني بتجوز علشان شكله عاجبني فمش عارف هو دي اللي هترضيه وكلام. يعني استاذه ايمان بتقول الحب ازاي هنحب ليه، فانا بقول اول حاجه هو شدني، تاني حاجه ان هو متوافق مع الستاندر بتاعتي اصلا. ايه بس ممكن حضرتك تتجوز واحده على فكره شكلها مش عاجبك عادي؟ لا مستحيل، والله ممكن مستحيل. عارف ليه؟ بس ما انت هتعرفها شخصيتها، شكلها مش عاجبك انت، شكلها مش عاجبك. طيب ده الاختيار واهداف الحب وشكل الحب وكده.